وهكذا. يذكر التاريخ أن النادي الأهلي هو رائد الرياضة النسائية في مصر، وقدم لمصر العديد والعديد من النماذج المضيئة على المستويين المحلي والقاري. سمح بدخول المرأة، المرأة دخلت لعبة رياضة، مما شجع الرواد بقى، واحدة زي الأستاذة نفيسة والدكتورة نفيسة الغمراوي إنها تبقى رائدة اقتحام الرياضة المصرية من خلال كرة السلة. وفيما بعد دخلت بقى الأستاذة عيشة مراد وإحسان مراد زوجة الفريق مرتجي والدة الأستاذ خالد مرتجي، وبدأت تتشجع المرأة المصرية على ممارسة الرياضة. نفيسة الغمراوي كانت أول سيدة مصرية تسبح مسافات طويلة، سبحت من دمياط لرأس البر، ودي مسافة كبيرة، وده كان إنجاز كبير جدا في بداية الثلاثينات. أيضا هي نفيسة الغمراوي أسست كرة الطائرة في النادي الأهلي النسائية، وكان طبعا احنا عارفين ان زوجها الرياضي الكبير عبد المنعم وهبه كان هو اللي اسس كره السله في النادي الاهلي للرجال. ايضا نفيسه الغمراوي هي مؤسسه، ما ننساش مؤسسه معهد التربيه الرياضيه للبنات سنه 1947، وتولت عمادته اول مره. اطول فتره قضتها عميده كانت نفيسه الغمراوي. ايضا كان اول تمثيل للمراه في الدورات الاولمبيه ايضا من خلال بطله من بطلات النادي الاهلي الاسطوريات. وانا بقول اسطوريات ليه؟ كانت كشكول. تخيلوا ان الست دي لعبت جميع مسابقات العدو 100 200 400 800 1500، ولكن اكتفت امينه محمود بكده؟ لا، لعبت الوثب الطويل، ولعبت مسابقات الرمي الجله، وكانت ايضا بجانب كل هذا لعبت كره يد، كرة طائرة، كرة سلة. تصور الكشكول ده يستنسخ بعد كده في واحدة أخرى رحمة الله عليها نادية شريف، لعبت ألعاب قوة ولعبت الألعاب الثلاثة، ولكن تفوقت أمينة محمود إنها راحت دورة أولمبية، نادية شريف ما جت لهاش هذه الفرصة. نفيسة الغمراوي وبعدها أمينة محمود كانوا رواد فتحوا الطريق لأخريات أمثال إناس حقي اللي كانت بطلة سباحة المسافات الطويلة على مستوى المحترفات، وفازت بسباقات النيل وكابريونابولي، وكانت أول سباحة مصرية تحصل على بطولة عالمية كبرى، استحقت عليها وسام الرياضة من الطبقة الأولى. وظهر بعدها شادية الراغب وسحر منصور